بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قائدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة الحق واليقين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله رسوله، بعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجعلنا على الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزول عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد في القول والعلم والعمل. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. الحديث هذا هو الحديث الثاني من حديث التي بوب لها المصنف رحمه الله بقوله: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا بالأمس أن المصنف رحمه الله استفتح أحكام الصلاة بهذا الباب، وهو في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أورد فيه 14 حديثا سوف نأتي عليها إن شاء الله. وقلنا إن المصنف رحمه الله كان له في هذا فقه دقيق وحكمة بالغة حينما استفتح ببيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن هذا هو المتعين على كل مسلم أن يحرص على أن يجعل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم قدوته وأسوته في شأنه كله. وهذا أوصي نفسي أوصيكم باستحضار ذلك دائما في شؤونكم كلها، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قدوتكم، بمعنى أن تجتهدوا في لزوم السنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله،
وإن تطيعوه تهتدوا. فحرص المسلم على لزوم السنة هذا من توفيق الله له، ويجتهد أن لا يأتي شيئا من أمور دينه وآدابه وأخلاقه إلا واجتهد في أن يعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فهو الخير كل الخير. وأشرنا بالأمس إلى حديث في المزارعة حينما رافع بن خديج حينما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، فقال بعضهم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطاعة الله ورسوله أنفع لنا. هذا 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 يعني يدل على عظم وقوة إيمان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول كان الأمر الذي نهانا عنه كان نافعا لنا، يعني في والزراعة والمكاسب، فامتثلوا وتركوا ما نهاهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال وطاعة الله ورسوله أنفع لنا. وهذا هو الذي يجب أن يعتقده كل مسلم، أن الخير في الدين سواء أدركت الحكمة أم لم تدركها. لا يمكن أن يأمر الله ولا رسوله بأمر إلا فيه الخير سواء أدركنا أو لم ندرك. وحينما يوفق الله العبد لهذه العقيدة ولهذا الإيمان الراسخ بأن ما جاء عن الله وعن رسوله هو الخير وهو النفع في الدنيا والآخرة وفي في 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 أحوال المسلم كلها، هذا 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 من أعظم الديانة ومن أعظم الإيمان، بل هو عين السعادة. والله لا تكون سعادة المسلم إلا حينما يفتح الله عليه بلزوم السنة وبلزوم ما جاء والحرص على أن يلتزم بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا المصنف استفتح بصفة الصلاة، أي بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد فيها كما قلنا 14 حديثا. والحديث الأول تكلمنا عنه في وأيضا من لطف من فقه المصنف أن الحديث الأول حديث أبي هريرة الذي قرأناه بالأمس هو في دعاء الاستفتاح، يعني بدأ بالحديث وبدأ بالاستفتاح، وهذا أيضا من فقه المصنف رحمه الله ودقته. قال عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. تكلمنا أمس ولا ما نعيد يستفتح بأن السين والتاء هنا ليست للطلب وإنما للتأكيد، بمعنى يفتتح، لأن يعني ذكرنا بأمس أن السين والتاء أو الألف والسين والتاء تأتي للطلب وتأتي للصيرورة وتأتي زائدة أو التأكيد، وهنا ليست للطلب وإنما للتأكيد. أما للطلب مثل استغفر، يعني طلب الاستغفار، واستفتح إذا طلب فتح الباب. وذكرنا أمس بأن في حديث جبريل في الإسراء والمعراج أن جبريل أثناء عروج السماوات كان يستفتح أهل كل سماء، بمعنى يطلب الفتح يطرق ليفتح له، استفتح بمعنى طلب الفتح. لكن هنا لا، ليس استفتح بمعنى طلب الفتح، لا، إنما بمعنى افتتح، بمعنى افتتح. يستفتح الصلاة بالتكبير بمعنى
أنه يبدأ بالله أكبر، وهي تكبير في الإحرام، وتكبير في الإحرام ركن من أركان الصلاة على ما عليه الجمهور، بمعنى لفظ الله أكبر. لفظ الله أكبر لا يقوم غيرها مقامها. وإن ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يكفي أي لفظ تعظيم، إذا قال الله أعظم، الله أجل، أو الرحمن أجل، أو الله أكبر، قال يكفي. لكن يقول لا، الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من في كل صلوات في حياته كلها لم يعرف إلا أنه كان يستفتح بلفظ الله أكبر. فالله أكبر هي تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة. طبعا لا شك يسبقها النية، والنية محلها القلب. طبعا ينوي، لأنه لو أكبر من غير نية ما صح. لكن النية معروف، الإنسان حينما يقف في الصف أو يقف في يصلي هذه النية، لكنه يفتتحها بالتكبير. يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. طبعا مر مع الحديث السابق كان يستفتح طبعا ب هنا يستفتح بالتكبير، يعني يجهر المجهور به، والحمد لله المجهور به. ولهذا مر معنا في الحديث الماضي في أمس في قول أبي هريرة، إذا يقول أبو هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت، هنيا أو هنيها سكت. وقلنا إن هنا سكت بمعنى لم يجهر، وليس بمعنى صمت. لماذا؟ لأن أبا هريرة قال يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بيد التكبير ما تقول، بمعنى أدرك أنه يقول شيئا، إما يسمع همسا وإما يضطرب اللحية أو نحو ذلك. فسكت بمعنى لم يجهر، بمعنى لم يجهر. فهنا يستفتح الصلاة بالتكبير، يعني بالتكبير المجهور به. يستفتح بالتكبير المجهور به، بمعنى يرفع صوته يسمعه المأمومون. والقراءة بالحمد لله رب العالمين بمعنى المجهور به، وإلا سيأتي معنا الكلام على البسملة أنه يثب البسملة. إنما خلاف العلماء هل يجهر بها أو لا يجهر. فقوله يستفتح القراءة بالحمد ليس معنى أنه لا يأتي بالبسملة، لا، إنما بمعنى لا يأتي بها مجهورة، يأتي بها سرا. وسيأتي الكلام شرع على البسملة في موضعه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وعدناكم ذكرنا أيضا أمس أن هذا الحديث ليس على شرط الشيخ، لأن الشيخ شرط في كتابه هذا العمدة في الأحكام أنه لا يأتي إلا بما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. لكن هذا الحديث في مسلم وليس في البخاري. وذكرنا العلة، ذكرنا أمس العلة بأنه من رواية أبي الجوزاء، وأبو الجوزاء لم يسمع من عائشة إلى آخره. وذكرنا أمس أن الشيخ الشارح ابن دقيق تقي الدين رحمه الله أثار مسألة أصولية جميلة يحسن بالوقوف عندها. قال رحمه الله، طبعا هو الحديث هذا كله في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال وأقوال، لكن مقصود الأفعال اللي هي وهو إذا ركع على من يشخص، وإذا وكان إذا رفع رأسه من ركوع إلى آخره. قال وهذه الأفعال، لاحظوا، وهذه الأفعال
التي تذكر، هذه طبعا خاصة بطلبة العلم يعني لهم عناية بالفقه والأصول، قال هذه الأفعال التي تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قد استدل الفقهاء بكثير منها على الوجوب، استدلوا بمعنى أن السجود واجب وأن الركوع واجب وأن الرفع من الركوع والجلوس من السجدتين إلى آخره، هذه أفعال، هذه أفعال وليست أقوالا، حتى الأقوال أيضا التي تصدر منه صلى الله عليه وسلم من غير أمر مباشر تدخل في مسمى الأفعال، وعلى ما سوف نفصل إن شاء الله. فقال وهذه الأفعال التي تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قال قد استدل الفقهاء بكثير منها على الوجوب، بمعنى أن هذا أن الركوع واجب وأن السجود واجب وأن الجلوس بين السجدتين واجب وأن الرفع من الركوع واجب والاعتدال واجب إلى آخره، وسوف يأتي تفصيل هذا إن شاء الله، لكن أنا أشرح الآن كجملة الشارح ابن دقيق. قد استدل الفقهاء بكثير منها على الوجوب قال لا لأن الفعل يدل على الوجوب بل لأنهم يرون أن قوله تعالى أقيموا الصلاة خطاب مجمل مبين بالفعل، والفعل المبين للمجمل المأمور به يدخل تحت الأمر فيدل مجموع ذلك على الوجوب. هذه كلمة أصولية جميلة ودقيقة، دقيقة جدا. يقول وهذا عليه الأصوليون أفعال النبي صلى بمعنى ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يفعله ولم يأمر لا يدل على الوجوب. نعم يتأسى به ويختلف، لكن الوجوب بحيث يعني يأثم من تركه أو بحيث يصل إلى درجة الركنية أو درجة الشرط، الفعل الأفعال الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجردها لا تدل على الوجوب، هذا قول الشيخ وهذا اللي عليه الأصوليون. الأفعال الصادرة من النبي صلى الله عليه وسلم بمجردها لا تدل على الوجوب. نعم تدل على المشروعية وتدل على الاقتداء والتأسي، لكن الوجوب لدرجة الركنية أو الشرطية أو تأثيم من لم يفعل هذا لا، هذا يؤخذ من دليل آخر. ولهذا قال قد استدل الفقهاء بكثير منها يعني الأفعال يعني على الوجوب لا لأن الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لا لأن الفعل يدل على الوجوب بل لأنهم يرون أن قوله تعالى أقيموا الصلاة مجمل. طبعا الأصوليون عندهم مصطلح المجمل والمبين إلى آخره والمفسر، مصطلحات أصولية معروفة، لكن نقف هنا في المجمل بمعنى المجمل لا يعمل به حتى يأتي المبين. المجمل لأننا لا نعرف المراد مجمل، مثلا أقيم الصلاة، أقيم الصلاة مجمل بمعنى لا نعرف الصلاة ما هي، الصلاة عرفها من الرسول صلى الله عليه وسلم، الأفعال الركوع والسجود ليس في القرآن، ليس في القرآن بيان تفاصيل أفعال الصلاة وأقوال الصلاة، إنما القرآن قال أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، ما في تفاصيل أحكام الزكاة، الأنصبة الخمس ولا ربع العشر ولا العشر ولا نصف العشر أو كذا أو السائمة والسائمة والنقدين إلى آخره، إنما الزكاة القرآن فيه الزكاة وليس فيه بيان أحكام تفاصيل. ولهذا قالوا هذا مجمل، المجمل يفسره إما قرآن آخر وإما سنة. ولهذا قال هنا أقيم الصلاة مجمل بينه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذن فأخذنا الوجوب لا من الفعل، أخذنا الوجوب من قوله أقيم الصلاة
وأنا أقول أيضا وقال غيري بل أقرب من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم يصلي، هذا قول. لاحظوا حتى تعرفون الفرق بين القول والفعل، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو مجرد أن يركع ويسجد ويتأسى به، لكن حين نقول صلوا هذا قول، فالقول هو الذي يؤخذ من حكم، بمعنى يؤخذ منه حكم الوجوب أو الاستحباب، بمعنى هو الذي القول هو الذي يبين درجة الطلب، هل هو طلب في درجة الوجوب أو طلب في درجة الاستحباب أو حتى في طلب بدرجة المشروعية أو طلب في درجة المباح، حتى أحيانا يكون أمر وهو الإباحة، أحيانا طلب يكون إباحة، طلب للسنية، طلب للوجوب، فليس كل أمر هو الوجوب، وإن كان الأصل كما يقول الصليون الأصل أن الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف. كذلك في الحج الرسول أدى المناسك، طاف وسعى وأحرم ولبى ووقف بعرفة، لكن ثم قال خذوا عني مناسككم، فخذوا قول، خذوا قول، فإذا صارت أفعاله كلها واجبة لأنه قال خذوا، لو سكت ولم يقل خذوا لا نستطيع أن نعرف هل ما فعله واجب أو سنة، هذا المقصود. فالشيخ يقول هنا وهذه الأفعال التي تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قد استدل الفقهاء بكثير منها على الوجوب، لا لأن الفعل يدل على الوجوب بل لأنهم يرون أن قوله تعالى أقيم الصلاة خطاب مجمل مبين بالفعل، والفعل المبين للمجمل المأمور به يدخل تحت الأمر، فيدل مجموع ذلك على الوجوب. فهذه كلمة فائدة أصولية يحسن أن تتنبه لها، وأطال في ذلك كلاما طويلا لا ندخل فيه، لأنه أيضا قال وفيها مسألة وأجاب حول هذا أيضا بعض إثارات وإثارات علمية جميلة جدا، لكن لا أحب أن يعني أطيل فيها لأن المقام لا يتسع لذلك. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير بمعنى الله أكبر والقراءة بالحمد لله رب العالمين. طبعا ذكر العلماء من حكمة الاستفتاح بالتكبير لعدة أمور، بل حتى قلنا في دعاء الاستفتاح بعد الاستفتاح ورد بصيغتين أو أكثر، منها الصيغة التي ذكرها الشيخ أمس اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وصيغة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وصيغة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذه الاستفتاحات والتكبير كلها تهيئة، بل حتى قال العلماء انك حينما تقول الله اكبر، وسياتي معنا طريقه الرفع هل هي على الكتفين او الى الاذنين شحمه الاذنين، سياتي الكلام في هذا ان شاء الله، لكن المقصود انك قال العلماء انك حينما ترفع وتقول الله اكبر وترفع يديك ثم تخفض، يعني كانك ازلت الحجاب او الستار الذي بينك وبين ربك، فانت وقفت بين يدي الله والله تجاهك كما جاء الحديث. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبصق الإنسان أمامه، إن إذا احتاج البصق يبصق عن يساره، وإن الله تجاهه، فأنت حينما يعني يعينك الله سبحانه وتعالى وتستحضر في الصلاة، وأنت حين تشرع فيها وترفع يديك وتكبر أنك ترفع الستار الذي بينك وبين ربك ثم تقف، وأيضا تقف صيغة أو هيئة الخاشع المتذلل المنكسر، هذه كلها أحوال
ينبغي أن تستشعرها وأنت تقوم واقفا بين يدي ربك. وإذا أعانك الله على استحضار هذه الآية الخاضعة الخاشعة المنكسرة غالبا بإذن الله يفتح الله عليك من الهدوء والطمأنينة والخشوع والدعاء والإقبال على الله عز وجل بأشياء يعني لا تكون من القلب الغافل. كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. كما قلنا أن الكلام هنا عن المجهور به، ما يجهر به، أما السري فيه الاستفتاح وفيه البسملة، وسيأتي الكلام على البسملة إن شاء الله وحكم الجهر بها إلى آخره، لكن نحن نشرح هذا الحديث. يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة، وقلنا أن هناك ضبطا للقراءة القراءة والقراءة، يستفتح إما أن نقول يستفتح الصلاة والقراءة أو يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة. فإذا قلنا مفتوحة تكون معطوفة على الصلاة، وإذا قلنا مجرورة تكون مفتوحة على التكبير. والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. يشخص يعني يرفع، ولهذا الإنسان يقول فلان شخص ببصره إلى السماء، يعني رفع بصره إلى السماء، ولهذا يسمى الشاخص الشاخص لأنه عالي، ويقصد منه أن يراه من وضع له فهو شاخص. فيشخص بمعنى يرفع، يشخص بمعنى يرفع الكلام على الرأس. ولم يصوبه يعني يخفضه. الصوب الخفض، ولهذا المطر سمي صيبا لأنه يسقط، صيب لأنه يسقط. فالتصويب الخفض والانخفاض والسقوط والنزول، والتشخيص الرفع، بمعنى أنه إذا ركع جعل رأسه مساويا لظهره، لا يرفع الرأس ولا يخفضه. الكلام الآن لاحظوا على الرأس وليس على الظهر كله، لا، الكلام على الرأس بمعنى أن رأسه مستوي مع ظهره، بل حتى قال الراوي لو صب الماء على ظهره ما تحرك، لأنه يحرص على أن يستوي ظهره. ولهذا اجتهدوا قدر الاستطاعة، طبعا إذا كان مريض أو كان يستطيع أو أن ظهره فيه ما فيه، لا، إنما مع القدرة ينبغي أن يجتهد الإنسان أن يكون رأسه وظهره مستويان على سمت واحد ومستوي، لا يخفض ظهره كذلك ولا يرفعه وهو قادر على أن يجعله إن صح التعبير زاوية قائمة مع جذع بدنه، ينبغي أن يقول هكذا. أما إذا كان مريض أو بطبيعة ظهره فيه انحناء هذا لا، على كل حال المقصود وإلا أي انحناء يكفي، أي انحناء بمعنى من رأك سماك راكعا يكفي، لكن السنة هو هكذا لمن يستطيع، لمن يستطيع أن يجعل رأسه وظهره على مستوى واحد ويكون متسامتا. كان إذا رفع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك بمعنى مستوى. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. الكلام كله هنا يا إخواني عن الطمأنينة، الطمأنينة في الصلاة وهي لابد منها، ولهذا ذهب جمع أهل العلم إلى أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. ولهذا النبي قال للأعرابي حينما علمه أو نسي صلاته وإذا ركعت فاطمئن راكع، وإذا رفعت فاطمئن قائمة، واطمئن ساجدة، واطمئن جالسة، فلا بد من الطمأنينة. فهنا قال ولكن وكان إذا رفع
رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، معنى يرفع ثم يستوي قائما، وهو الذي عبر عنه بعض الفقهاء بقولهم حتى يعود كل عضو إلى مكانه في حال القيام، حال الجلوس، حال السجود، حال الركوع، يعود كل عضو إلى مكانه في حال الركوع، واقف يعود كل عضو إلى مكانه في حال القيام، يعود كل عضو إلى مكانه في حال القعود أو الجلوس أو في حال السجود، وهكذا. ولهذا قالت هنا عائشة: وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، بمعنى يطمئن يستوي، لكن لا بسرعة، لا يطمئن ثم يسجد. طبعا ويأتي بالأذكار، الأذكار ستأتي مع الأذكار إن شاء الله. الكلام هنا عن الأفعال، الكلام على الأفعال، أما الأقوال ستأتي إن شاء الله. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العالي، رب اغفر لي، ستأتي إن شاء الله. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمة. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدة، يعني اطمئن. وكان يقول في كل ركعتين التحية، التحية هي التحيات، التشهد، التحية هنا بمعنى التشهد، كل ركعتين يتشهد. لا شك إذا كانت رباعية التشهد الأول ثم يقوم، وإن كان الأخير يسلم. وكان يقول في كل ركعتين التحية، وسيأتي معنا لفظ التحية، التحية لله إلى آخره، والصيغة الواردة في ذلك. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. يفرش تضبط بكسر الراء وبضمها، يفرش، يفرش ويفرش كلها واردة. رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، طبعا اليسرى هكذا واليمنى هكذا، اليمنى ينصبها، ينصب بمعنى يجعلها قائمة، يجعلها قائمة ويعتمد على الأصابع، يجتمع يعتمد على الأصابع. أما اليسرى فيفرشها بمعنى يجعل على ظهرها، وهكذا. هذا هو حال الجلوس كما سيأتي أيضا في التورك وغيره، سيأتي بيان ذلك كل إن شاء الله. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، هذا في حال عدم التورك، في حال عدم التورك. التورك هو أن يخرج رجله اليسرى وينصب اليمنى ويجلس على إليته، يجلس على إليته، بمعنى يخرج اليسرى واليمنى ينصبها والجلوس على الإلية، هذا هو التورك، هذا هو التورك. واختلف العلماء في مكان التورك أينه، أظن الحنفية في كل حال الجلوس، والمالكية والحنابلة التورك في الرباعية في التشهد الأخير في الرباعية، أو كل صلاة فيها تشهدان، يعني المغرب والعشاء والظهر والعصر، يكون التورك في الركعة الأخيرة. و أظن الشافعية في كل تسليم، كل ركعة في كل تسليم، سواء كان ركعتين أو ثلاث أو أربعة. وعلى كل حال لا أحفظ جيدا أقوال العلم في 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 التورك، لكن المقصود أن هيئة التورك هي هذه، هيئة التورك هي هذه، بمعنى أن وإن كان الشرح ذكر الكلام في التورك، لكن المقصود أن التورك هو أن يخرج رجله اليسرى وينصب اليمنى ويجلس على إليته، هذا هو التورك. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وكان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان لها صور،
قالوا لا، منها أن يجلس، أن يجلس على رؤوس قدميه ويجلس على العقبين، يجلس على أو يمدهما ويجلس على الإلية، على عقبي على رؤوس أصابعه ويجلس على إليته. هذا من عقب الشيطان أو من عقبة الشيطان. وأيضا قيل كذلك أنه يجلس على إليته ويرفع ساقيه وفخذيه ويتكئ على يديه. هذا كلها من الجلوس المنهي عنه في الصلاة، المنهي عنه في الصلاة، هذه كلها من عقبة الشيطان. وينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وفي بعض الوقت انبساط الكلب، بمعنى إذا سجد لا ينبغي، ينبغي أن يرفع يديه كذا، لا أن يبسطها، لأن هذا هو افتراش السبع. السبع كما تعلموا إذا جلس مد يديه وذراعيه كلها، جعلها على الأرض، جعلها، فهذا مكروه، هذا مكروه، إنما ينبغي أن يرفع يديه. طبعا هذا كله مع الاستطاعة، أما إذا كان مريض أو في أزمة فهذا يتسامح فيه. قالوا لأن هذه تدل على الكسل، تدل على الكسل، بينما هذه تدل على القوة وعلى النشاط. وينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم، طبعا افتتحها بالتكبير واختتمها بالتسليم، ولهذا جاء في الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولا يجزي غيرها، لا بد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وهل هو تسليمتان أو تسليم واحد؟ سيأتي إن شاء الله الكلام على الخلاف في هذا، أن تسليمتان أو تسليم واحدة، أو الأولى واجبة والثانية سنة. وسوف يذكر أيضا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول يخرج بأي شيء، بالتسليم أو بغيره أو بالنية، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. فإذا المقصود أن هذه بيان لشيء أو لبعض من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذه أيضا صفة من صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، معنى على هذا أنه هكذا، مع الأصابع حذو المنكب، والمنكب هو التقاء الكتف بالعضد، المنكب هو هذا التقاء العضد بالكتف، هذا هو المنكب. فالظاهر من لفظ حديث هكذا، وجاء أنه إلى أذنيه، والأمر في هذا واسع، سواء إلى الأذنين بمعنى يجعل رؤوس الأصابع محاذاة الأذنين وتكون قاعدة اليد عند الكتفين، فيكون هذا جمع بين الأحاديث، وهذا أيضا الأمر في هذا واسع. المقصود أن الحديث كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة في ثلاثة مواطن، في ثلاثة مواطن ترفع لا 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 لا. عند افتتاح الصلاة، وإذا شرع في الركوع تكبر للركوع، وإذا رفع من الركوع، ثلاث، التكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، ثلاثة. وفي موطن رابع ثابت أيضا، إذا قام من الركعة الثانية، إذا قام من الركعة الثانية أيضا رفع يديه.
إذن مواطن رفع اليدين عند التكبير أربعة: تكبيرة الإحرام عند الركوع، الرفع من الركوع، وعند القيام من الركعة الثانية. كان يرفع يديه أحدهما من كبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. إذن ثلاث مواطن في الحديث هنا، ثلاث مواطن: تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع، الرفع من الركوع، كلها يرفع يديه. وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وردت عدة صيام: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. كل الأربع صيغ كلها واردة وكلها ثابتة. هذا يقوله الإمام والمنفرد، هو الذي يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. أما المأموم يقول ربنا ولك الحمد، ولا يقول سمع الله لمن حمده على الراجح. الإمام والمنفرد هو الذي يقول إذا رفع من الركوع سمع الله لمن حمده، بين المنفرد يقول ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود، بمعنى أنه لا يرفع يديه عند السجود. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.